الآلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي احتشدوا أمام مسجد رابعة العدوية مطالبين بعودته. وكان الائتلاف الوطني للدعم الشرعية قد دعا لتنظيم مسيرات عبر البلاد تحت اسم كسر الانقلاب. هذا الائتلاف يتضمن جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم ممن رأوا في عزل مرسي انقلابا عسكريا. الرئيس مرسي لازم يرجع تاني عشان مرسي مع شرعية مع انتخابات. رجوع مرسي يعني الدستور، رجوع مرسي يعني مجلس الشورى، رجوع مرسي يعني الأمن والأمان، يعني مصر كلها يد واحدة. وفي ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي احتفل معارضو مرسي بما أسموه سقوط حكم الإخوان وبذكرى العاشر من رمضان ذكرى انتصار الجيش في حرب 73 ضد إسرائيل. أنا شايف أن الحرية هي اللي هتسود في الآخر وأن الوطنية المصرية هي اللي هتسود في الآخر، إنما أن فصيل بيحكم بالدم ويقول أنا بالدم ممكن أوصل لهدفي يبقى لا في ديمقراطية ولا في حياة أساسا سياسية في مصر. هذا ووقف الجيش بين الفريقين للحفاظ على الأمن ومنعهم من الاشتباك، وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانا حذرت فيه المتظاهرين من أي عنف. المسافة الفاصلة بين معتصمي رابعة العدوية ومتظاهري الاتحادية شارع واحد لا يتجاوز عدة أمتار، لكن الخلاف السياسي جعل الهوة بين الطرفين أكبر بكثير. محمد شيخ إبراهيم، يورو نيوز، القاهرة.